تفضلي. حياك الله نورتينا. حياك الله. شو اخبارك؟ طمنينا عنك. الله يحفظك. انت شوقتينا نسمع شيء دامنا الحين تونا بعدين ونبتدي هذا اللقاء بصوتك الجميل. حافظه شيء اكيد لنجاة الصغيره لفيروز او لام كلثوم براحتك. والضياء بحس لما تكون بعيد. خيار بيت الأسرار. بيت الأسرار. شو بيطلع لك؟ بيت الأمنيات. عايش بقلبي يا حبيبي عنك ما بخبي، انت الحب اللي ساكن قلبي. وراح قلك يا حبيبي صار لك سنين ساكن بقلبي، ما بتعرف يا حبيبي حكم الهوى. الله. نبقى سوا نغني سوا نسهر سوا نفرح سوا. اللي قل لي قل لي قل لي قل لي لا لا هذا مو حال، لا لا وين البديل، لا لا سيد الرجال، لا لا مالك مثيل. ما شغلتي حب أو أكره؟ شغلتك ما بتحبه. شغلتي خليكي تحكي اللي بالعادة ما بتحكي. أول ما جيت عملت حفلة بالإمارات على التلفزيون وما بنساها، وهيدي ما بحب شوفها أبداً. أنا مش أنا، أنا يعني أعوذ بالله من هالكلمة، أنا حدا كتير رايق ورايق. الفقير فقير العقل. أنا طول عمري غنية بقلبي، غنية بعطاءاتي. أنا أول مرة بسمع هيدا الكلام، بس أنا كتير مبسوطة بهيدا ببيت الأسرار. يا رب تنجينا. ما أنا لورا مش أختك. ليش كل صبية جديدة بدها تغني؟ ايه كل العيون عيون وانتو عيوننا، كل العيون عيوني وانتو عيوننا. من اول يوم اللي شفتك فيه انت معي عايش بقلبي يا حبيبي عنك ما تخبي. وين؟ من أول يوم اللي شفتك فيه انت معي.